qualifiés. Allah, 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 Allah. معكم امين من مدينه خريبكة. جينا ان شاء الله اليوم لقطر من اجل مسانده الفريق الوطني. كنشكروا كذلك دوله قطر على التنظيم وحسن الاستقبال، وان شاء الله اليوم مربوحه ان شاء الله، وديما مغرب، وان شاء الله في لافينال كونتر الارجنتين، ونجيبوا معنا كاس المغرب ان شاء الله. أزينا من كازا باش نشجعوا المنتخب الوطني المغربي، ان شاء الله كنتمنوا نفوز بنتيجه 2-1. ظروف الرحله كانت شويه صعيبه ولقينا صعوبات باش نلقاو التذاكر، ولكن ان شاء الله كنتمنوا باش الفوز ينسينا في كاع هاد الصعوبات. وديما مغرب. جينا هنايا تحملنا عناء السفر 15 ساعه ديال الفول باش نشجعوا المنتخب الوطني ان شاء الله، تايقين في المدرب، تايقين في اللعابه، ان شاء الله غادي نجيبوها وغندوزوا للفينال، غنشرفوا العرب والافارقه ان شاء الله. وديما مغرب، الله على الوطن الملك، ديما مغرب. انا سميتي سمير، جيت ديريكت من كندا. On a passé 12 heures de vol pour venir encourager le Maroc. On espère qu'il gagne contre la France, il se qualifie en finale. Il y a beaucoup de Marocains ici au Qatar. C'est incroyable, l'ambiance elle est trop jolie. Et on espère gagner. Donc déima le Maghreb et encouragez votre pays, et encouragez le continent africain. Et on espère gagner. Alhamdulillah, Inch'Allah, ahna l'yom an natij rah tkoun 2-1. La natanazil an 2-1. احنا اسود الاطلس، احنا جينا 15 طيارة من البلاد من فلسطين هني نوقف مع اهل المغرب. الله وان شاء الله راس المغرب، راس المغرب. احنا جينا اليوم نشجعوا المنتخب الوطني وبغيناهم نربحوا، ان شاء الله نربحوا. جينا اليوم باش نشجعوا اسود الاطلس، وان شاء الله اليوم المغرب غيربح على فرنسا. ديما مغرب، ديما مغرب.